يقول هذا السائل الشيخ: هل صحيح بأن قول من قرأ الثلاث الآيات الأخيرة من سورة الحشر في النهار صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإذا مات مات شهيدا، وإذا قرأها في المساء صلى عليه 70,000 ملك وإن مات مات شهيدا؟ لا أعرف هذا، وعلى من قاله أن يثبته من دواوين السنة المعروف في الصحيحين والسنن الأربع. أما أن يأتي بكلام مرسل كذا أو من أي كتاب مجهول فهذا لا يجوز، أن هذا يسبب تضليل الناس. نعم.